الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعث الله في هذا العالم ولا أظهر في هذا الوجود أجمل ولا أفضل ولا أكمل ولا أحسن خلقا ولا أمكن في التعليم والتربية من حبيبه الذي بعثه في الأميين ليزكيهم وليعلمهم، فهو المعلم وهو المزكي والمربي والمؤدب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه الحلقات المباركة بعنوان منك تعلمنا نتتبع بعض قصص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنستشف منها آدابا وأخلاقا تتعلق بحياتنا، فليس لنا قدوة ولا أسوة مثله عليه الصلاة والسلام. في شأن تعليمه يذكر الصحابي معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه لما دخل في الإسلام وكان حديث عهد بالإسلام، دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى، يقول: فعطس رجل فقلت يرحمك الله، قل فرماني الناس بأبصارهم، لأن بعض الناس يغضبون للدين ويشتدون ويحتدون في غير محله فلا يراعون الإنسان البسيط الضعيف. قال: فرماني الناس بأبصارهم، فقلت: واثق لأماه ما أفعل. فبعد أن شمت العاطس أكملها بأن تكلم بكلام آخر، قال: فأخذ الناس يضربون بأيديهم على فخوذهم، فأيقنت أنه سيحدث أمر، فسكت حتى لما انقضت الصلاة. يقول: فوالله ما رأيت معلما مثل رسول الله قبله ولا بعده، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال لي: يا أخي، إن هذه الصلاة لا يصح فيها الكلام، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فاطمأن الرجل، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعاتبه، ربما يشتد عليه. كثير من الناس ربما من باب الغيرة على الدين إذا رأى خطأ من الأخطاء في صلاة أو غير ذلك يتفاعل ويشتد ويغضب ويحتد، وربما تأتي تصرفات تنفر الناس. لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان كله رحمة، صدره واسع منشرح، لا يضيق صدره من شيء عليه الصلاة والسلام. فالرجل لما رأى هذه المقابلة الجميلة انفتح صدره للعلم، فقال: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، يا رسول الله، إنه قد كان لي قبل ذلك فيما سبق مال، فأخذ يسأل، ثم قال: إنه كان لي جارية فإني ضربتها مرة فأعتقها. قال: هات الجارية. فسألها: أين الله؟ ثم قال لها: من أنا؟ فلما علم أنها مسلمة قال له: أعتق الجارية يا معاوية. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن من الوالد والأم لأولادهم في معاملته مع عامة الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا زلنا نتعلم منه عليه الصلاة والسلام، ولا زالت البشرية إلى يوم القيامة تتعلم منه صلى الله عليه وسلم. وعلى خطاك يا نبينا نزل.